قدم الى الامام ديجاو يامور ويبحث عن تمريره بينيه ممتازه عند العابد، العرضيه من نواف، فرصه جول، الله جول 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 هلالي اول، جول هلالي اول. يظهر الهلال هنا في هذا التوقيت في ربع ساعة مرت، قلت لكم انتظروا انتظروا الهدف قادم. هنا الكرة من جانب العابد، عمل كرة ممتازة جدا، عرضية عند سالم الدوسري، الدوسري يسدد ويسجل الهدف الأول. 1-0، ربما لن يكون الهدف الأخير في مباراة اليوم. عليكم أن ترفعوا سقف التفاعل. هنا الهلال يظهر كبرياء الزعيم، لا يمكن أن يخسر الهلال في 4 مباريات متتالية. هنا الفرحة الكبيرة وهدف جميل من جانب سالم الدوسري مع مرور ربع ساعة.